D'accord? Alors, tout ça, je vais vous expliquer sur grand écran, bien entendu, pendant qu'on va faire un test en live, comme on dit. Je suis Madame Chitouki, mon mari c'est Georges Chitouki. Je suis le premier à la machine au Maghreb, la société Jo Esthetica. La machine est la machine au Maghreb, c'est la Clio 21. Quatre points de blouda, le système de blouda est à moins 22 degrés. هي البروغرام ديالها فيها بزاف ديال البروغرام البروغرام ديالها سورتو بالنسبه للناس اللي في المدرسة بزاف عندك في كل حصه ديال 30 دقيقه كتقدر تريح من 4 حتى 6 ديال لي سنتيمتر على حسب لا زون اللي كتخدموها هذه الاولى اللي بدات في المغرب كان ديجا في لوروب هذه واحد 3 ولا 4 اون باش بدات مي حنا اول وحده من شركه جو استيتيكا اول وحده اللي دخلتها المغرب بدينا في طنجه حيت حنا طنجاوي ومن بعد ان شاء الله عندنا الرباط عندنا كازا عندنا مراكش بالنسبه لهذا السيستم هذا علاش في لاسيونس الاولى اللي كنخدمو حيت تلمون بلودا بزاف لا بريس كتكون جولا كترجع كريستاليزي من بعد كتقسم الفرطه وكتهود في سيستم لافاتيك هذا هو الدور هاد الماكينه هادي ابار سا فيها واحد البروغرام اخر بالنسبه للفيزاج كتعمل بحال عمليه تجميل لا عملية بلا حتى حاجة لي ميسك ديال الوجه كلهم اللي كيطيحوا كتقدر هي تردهم وبداو كيطيحوا بداو كيبياو الوغ كنقدروا نخدموا لي ميسك الوجه كلهم ستادير الوجه كله كيطلع كيعطي ايفي ديال التجميل وبالنسبة لهذا النهار هذا عندنا قدرنا نعمل لا كونفيرونس دو بريس حيت بزاف الناس اللي سمعوا عليها حتى حنا كيتيق بأن كاينة شي ماكينة اللي تقدر تطيح لك في الحصة الأولى ديال 30 دقيقة تقدر تطيح لك هاد لي سنتيمتر كاملين حيت نورمالمون كاين لي ماشين الاخرين اللي على شهر شهر ونص كتبدا تطيح شويه بشويه كتبدا تبان ريزولتا باغ كونتخ هاد الماكينه هادي اللي نهار الاول الحصه الاولى كطيح زعما ما بناتهاش ميم لي كليون ديالنا كنقولوا لهم فوالا ما كيخلصوش حتى كنعملوا لهم الماساج ديالهم وكيشوفوا راسهم كيقيسوا راسهم وبدا ما طيحوش ما يخلصوش الوغ كو زعما عمرنا ما طيحنا في هاد الوقت اللي كنخدموا له الحمد لله كيطيح الوغ هي هادي من الناحيه الصحيه واش عندها شي مضار على الصحه؟ ما عندها حتى شي مضاد ما عندها حتى شي حاجه صحيه كيقدر يعملوها اي واحد غير لي فام اونسانت هما اللي ما يقدروش كيستعملوها الاطباء ولا ممكن اي واحد يعملها اوروبا كيعملوها الاطباء نو كاين الاطباء وسيرتو اي واحد من الواحد خصو يعملها خصو يكون عمل فورماسيون ديالها ما يمكنش اي واحد غتوجدو غادي يخدمها حيت خصك ديجا لورديناتور ديالك البروغرام ديالو شويه صعيب خصك تخدم زون باغ زون وتعرف شنو زون ومن بعد لا غريس وهي ديك البروغرام ديالك اللي ديكتي لك كلشي وبالنسبه اللي بغاها بالنسبه اللي بغاها انا في طنجه بيان سور كيتواصل مع الشركة باش شنو اللي بغا يشريها خصنا ولا بدا حنا نعملو له فورماسيون نعطيوه ان ديبلوم باش يخدم بها ميمكنش اي واحد نبيعوها ليه يمشي صافي ولا بدا خص فورماسيون ديالو